تغذيتك في رمضان مع جمانة. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم لتغذيتك في رمضان مع جمانة. اليوم ما كلشت معكم مع الحلقة، إيش رأيكم؟ المهم اليوم حلقتنا زي ما عودتكم ظريفة ولطيفة، فيها معلومات دسمة وجميلة ممكن تفيدكم وتغير مجرى حياتكم. السؤال اللي يطرح نفسه جمانة، نبغى أغذية تساعدنا على حرق الدهون. أجمل وقت إنك أنت تعمل الحمية الغذائية وتنقص وزنك في رمضان، إيش السبب؟ بسبب إنه أنت برمجت نفسك غذائياً وداخلياً على وقت الصيام لفترات طويلة، فأجمل وقت لتطبيق اللي هو الصيام المتقطع. كتير منكم سمعوا فنة الصيام المتقطع. طب الصيام المتقطع إحنا كلنا كمسلمين بنعمله، فلا حد يفتي على راسك ويقول لكم لا لو وزم له بطيخ وماني عارفة، لا لا لا، أنت بتعمله يومياً لأنك أنت صايم من عند ربنا. فالصيام هذا بما أننا إحنا كلنا حنفطر الساعة 7 أو الساعة 6:30 على حسب اختلاف المنطقة، حتصير الفطور عندك فطور نحاول قد ما نقدر أنه يكون محسوب السعرات الحرارية، بحيث أنه ما تكون هذه السعرات الحرارية كبيرة، نحاول ناخد سعرات حرارية أقل. يعني إيش الفطور المثالي بالنسبة للصيام المتقطع؟ أني أنا أبدأ أول شيء بزبدية الشوربة اللي تكون غنية بالألياف ما بين الخضروات الخضراء ونوع من أنواع البروتين، يعني سواء لحمة أو دجاج أو سمك أو نوع من أنواع البقوليات اللي ممكن أضيفها في الشوربة، مع إضافة صحن السلطة جنبه. بدي الطريقة، أنا أخذت ألياف، أخذت بروتينات، أخذت كربوهيدرات معقدة، وأخذت امتلاء ورضا أني أنا أفطرت في رمضان بهذه الطريقة. وتكون وجبات صغيرة، يعني مو معناه أني أنا أكلت ألياف معناه أني أنا أسهب وأكل أكبر صحن في السلطة فيكي يا بيتنا، لا 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 لا، الصحن الصغير من السلطة اللي هي الزبدية الصغيرة اللي تتناسب مع قبضة يدك. بالنسبة لي أنا قبضة يدي تأخذ الزبدية الصغيرة، بالنسبة لك شوف أنت جرب إيش قبضة اليد اللي مناسبة بالنسبة لك. فيكون الإفطار عندك شوربة بحيث أنك أنت تعوض السوائل حقت الجسم، بروتينات عالية ما بين اللحوم اللي راح تأكلها. هتقول لي فين السمبوسة؟ أقدر أعطيك سمبوسة واحدة سمبوسة في وقت الإفطار بحيث أنها تكون باللحم أو بالدجاج أو بالأسماك أو بالجبنة، فهذه تعطيك بروتينات كافية. انتبه أنه تكون هذه السمبوسة مطبوخة في الفرن، أفضل بالنسبة لك من أنها تكون معدة بالقلي. بدي الطريقة، أخذنا وجبة الإفطار، بعدها نمسك نفسنا من وقت الإفطار لين الساعة 1. الساعة 1 يكون عندنا وجبة عشاء غنية ببروتينات عالية، سواء تونة سواء دجاج، ممكن تأخذ صدر دجاج، ممكن تأخذ ستيك، ممكن تأخذ تونة، ممكن تأخذ أي نوع من أنواع البروتينات، بالإضافة لخضروات خضراء بحيث أنك أنت تأخذ سلطة خضرة، بحيث أنك أنت تأخذ بروكلي، تأخذ زهرة، ممكن أنك أنت تأخذ أي نوع من أنواع الألياف تضيفها مع هذا الصحن، فهيصير عندك بروتينات عالية، حيصير في عندك ألياف بالإضافة للكربوهيدرات معقدة، وبرضو في نفس الموضوع حيكون عندنا كميات صغيرة. فبدي الطريقة إحنا بنطبق الصيام المتقطع وبنطبق عملية اللي هي تحريك الآيض عندنا في الجسم. في هذه الفترة لازم تتأكد أنك أنت مارست كمية كافية من الحركة الجسدية ما بين 30 دقيقة لإنقاص وزنك أو 45 دقيقة لإنقاص وزنك أو 90 دقيقة. طبعا أعطيكم السر، 30 دقيقة يحافظ لك على وزنك الحالي، 45 دقيقة تساعد على إنقاص الوزن وتبدأ في عملية طور حرق الدهون، 90 دقيقة نقصت من ربع إلى كيلو، من ربع إلى نصف إلى كيلو على حسب قوة التمرين اللي أنت بتعمله، بدي الطريقة ينقص وزنك. وأخيرا تنتبه لكمية شرب المياه، آخر وجبة تأخذها وقت السحور تكون غنية بالبوتاسيوم. وأرجع لحلقتنا حقت البوتاسيوم، سواء بطاطا حلوة، سواء مشمش، سواء جرجير، سواء لبن، سواء ممكن تأخذ زبدية لبن معها ملعقتين كتان. بدي الطريقة، أنت نفذت اللي هي الصيام المتقطع، نفذت وجود فيتامينات ومعادن في أغذيتك، نفذت بوجود ألياف عالية، نفذت أنه يكون عندك بروتينات عالية، وهنا أنقصت وزنك. وبإذن الله إذا أحد استمر على هذه الحمية
أنا أقول لكم ضمان من رب العباد بإذن الله ومني كجمانة، إذا نفذت هذه الطريقة من 4 إلى 6 كيلو أنت ناقص وتكون سعيد ومبسوط. وغير كده إذا أنت بتمارس رياضة حتبدأ عضلاتك تعمل شكل جذاب ومثالي. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم، برنامجكم تغذيتك في رمضان مع جمانة. ولأي أسئلة واستفسارات زي ما عودتكم تقدروا تواصلوني مباشرة على تويتر أو الإنستغرام أو سناب شات على جمانة 99 جلال. إن شاء الله بإذن الله ما أقصر مع أي أحد فيكم. إلى اللقاء.